بعد نظريات الخمس الثمين والثلث المطلق والكتلة الحقيقية للإلكترون، يتابع الشاب أيهم البريحي اختراعاته، حيث استطاع أن يصل إلى إنتاج أسمدة ومبيدات حشرية ذات تكلفة بسيطة وفعالية عالية، وتجربتها ميدانياً للتأكد من فعاليتها. إحنا النظريات الأولى كانت الخمس الثمين والثلث المطلق كتلة الإلكترون الحقيقية، ونظرية المغزل هي نظرية فلسفية لبدء نشأة الكون. اللي بفيدنا نحن هي نظرية المعادلة الشاملة اللي بتحول الخمس الثمين والثلث المطلق والكتلة الإلكترون الحقيقية. نحن قدرنا نطور عليها، عملنا جهاز كسر الوسط الحر، اللي هو الوسط الحر اللي بيعني عندنا نحن هو الخمس الثمين، هو وسط التفاعل الكوني. من خلال الجهاز هذا قدرنا نحن نصنع أسمدة، عندنا أسمدة، عندنا السماد، يعني سماد نوعي هذا جديد من نوعه، ويعني شيء يعني تعتبره سماد شامل. هذا ما بيزيد عناصر على التربة، هذا المركب هذا تقدر تقول انه بيساعد على تفكيك العناصر العضوية اللي بالتربة اللي متحجرة. المخترع الشاب يؤكد أنه قادر على إنتاج كميات تغطي سوق المحافظة، وذلك بعد قيامه باستكمال تصميم الجهاز المطلوب وتأمين الدعم اللازم، مبيناً أن ما توصل إليه آمن بشكل كبير وصديق للبيئة وبدون أي آثار جانبية تذكر. عندنا السماد نحن الشامل هذا، في عندنا سماد عناصر صغرى، في عندنا المبيدات الحشرية، في عنا مبيدات فطرية، في عنا أدوية، كلها منطلعها من خلال هالجهاز وكلها شبه آمنة، وكلها بتقدر تقول عنا عناصر طبيعية وبعيدة عن الخلائط الكيميائية الضارة. تكلفة بسيطة جدا، يعني بك تعتبر تكلفتها يمكن 10% من تكلفة السماد الأنواع الثانية هذيك، وجودتها أعلى من جودة السماد هذاك تقريبا بنسبة مليحة. يعني دعم المخترعين وأصحاب الأفكار الخلاقة هو السبيل الوحيد للنهوض بالواقع وبناء سوريا المستقبل. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء.